تمكنت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية مستغانم من إحباط عملية تسليم شحنة معتبرة من الخمور كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية. العملية تمت بناء على معلومة أمنية وردت إلى المصلحة تفيد أن أحد الأشخاص مسبوق قضائيا يقود مركبة نفعية من الحجم الكبير منقمة بترقيم ولاية مستغانم محملة بكمية معتبرة من أنواع مختلفة من الخمور من علامات وطنية وأخرى أجنبية قادمة من ولاية وهران، وضبط بها 6674 وحدة من الخمر.